تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي الرحمن، وكابتن احمد بلال. الله يخليك. اهلا يا كابتن. كابتن ايمن، النهارده طارق مجدي وطاقم التحكيم. سريعا كده، يمكن ما عندناش حالات كتير قوي يا كابتن شريف، ولكن عاوز اقول ان هي اداره تحكيميه جيده كابتن اسامه النهارده، ما فيش اختبارات كتيره قوي، وقدر طارق مجدي النهارده مع طاقم التحكيم ان هم يعني يمشي المباراه بدون اخطاء تحكيميه مؤثره في المباراه. يحسب لطاقم التحكيم وطاقم الفار هذه المباراه مباراه تحكيميا جيده كابتن عادل. جاي ثلاث حالات، يمكن فيهم حالات تحكيميه، ثقافه تحكيميه. كره كابتن شريف، معانا هنا محمود ابو الرجال حكم المساعد كابتن اسامه، عشان بس نقول في فرق ما بين هنا كابتن الكره بتتلعب رمي التماس لامبي. كابتن عادل خليك بس معايا في النقطه دي، مهمه قوي. في فرق لما يكون اللعب اثناء المباراه كابتن عادل وهجمه رايحه وفي كره في الملعب، كابتن بلال بنقول ايه لو الكره اللي في الملعب ما اثرتش على الكره اللي هي في الهجمه يستمر اللعب. كابتن نفرق بس عشان ايه صح. البعض يقول ايه هو ليه محمود ابو الرجال هنا اشار كره في اتجاه، هقول ليه هنا محمود ابو الرجال اشار واعتراض من لاعبي انبي او الجهاز الفني لانبي على ان ديت المفروض كان اللاعب الحكم يخلي اللعب يتواصل. هنا كان اللعب واقف يا كابتن بلال، لعب واقف، وانا كحكم مساعد شايف ان في كره هنا، وقبل ما اللعب يستأنف خالص مفيش هجمه، انا من حقي كحكم مساعد هنا اتصرف واقول لا اقف وما العبش الاستئناف. ولكن هنا انا بقول لو انت بلال رايح بكره ورايح هجمه وحد حط الكره ديت ناحيه اللعب عندك، لو تدخلت الكره دي في الهجمه انا معاك الحكم يوقف. لكن هنا بالشكل دوت، هنا كان محمود ابو الرجال كان عنده قرار صحيح ان هنا كان في استئناف، وبالتالي هنا انا بحيي طبعا محمود ابو الرجال الحكم مساعد ان هو رجع تاني رميه التماس، وبالتالي هنا كان قرار صحيح من الحكم وكان قرار صحيح من المساعد. الحاله اللي بعد كده بنشوفها هنا في طاهر محمد طاهر. شوف هنا اولا بنتكلم على تمركز الحكم كابتن شريف كابتن عادل، وانا دايما لما يكون في تمركز جيد للحكم كابتن بلال اكيد بيبقى عنده تفاصيل الحاله. شوف هنا هل تمت مخالفه هنا في هذه الحاله من المدافع انبي ولا كان هناك سقوط نتيجه التنافس العادل؟ مهم جدا. هنا بنشوف هنا طاهر دخل وحط الكوره كابتن عادل، وهنا بنشوف هنا هل في مخالفه تمت هنا؟ هل في رجل اتحطت؟ هل في اي حاجه؟ شايف هنا هو ليه احنا ما بنوقفش اللعبه عند هنوقف يا كابتن. هنا بنشوف هنا نشوف هنا حاله مهمه جدا. هنا اولا بس انا عاوز اروح لطارق مجدي، تمركزه كان جيد جدا جدا جدا. شوف هنا اللعبه هنا سكوت، هذا السكوت انا شايف من وجهه نظري سكوت استمرار اللعب كان قرار صحيح للحكم، مفيش مخالفه، مفيش شد، مفيش عرقله من تحت، وبالتالي هنا نشوف هنا السكوت، هنا السكوت وده تنافس عادل، تنافس عادي جدا في الكوره يا كابتن، وبالتالي هنا قرار صحيح من الحكم، وكان الفار كمان موجود اكد على صحه القرار بعدم وجود مخالفه. الحاله اللي بعد كده عندنا حاله مهمه جدا، حاله مهمه كابتن عادل وانت كنت مدرب وكابتن اسامه وكابتن بلال وكابتن شريف، هرجع تاني هنا ودي ثقافه للعيبه بقى كابتن صح. هنا كان في مخالفه فاول تمام، هل مطلوب مني انا كلاعب استنى اللعيبه ترجع مكانها؟ نشوف هنا تصرف سريع من حطت واتلعبت على طول، واتلعبت على طول. هنا حصل منها هدف، وانا بقول هنا هدف كهربا يحسب للحكم، لان الحكم هنا ماليش علاقه في مخالفه تمت، انا كحكم استلاف سريع اللعبه اتلعبت، وبالتالي هنا كان الحكم هنا كان قرار صحيح. هم اعترضوا كابتن اسامه، بعض اللعيبه اعترضت على الحكم في ان هنا الكره اتلعبت بسرعه. لا، انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، هي كره القدم كده لما يبقى في مخالفه، نشوف هنا المخالفه اتلعبت على طول من لاعب الاهلي، هو لاعب الاهلي يمكن عنده ثقافه وفاهم، وبالتالي هنا ما وقفش طارق مجدي. خلي بالك ممكن حكم تاني كابتن عادل يعمل حاجه، يروح موقف صح ومرجع تاني عشان يخاف لا تيجي منها جون وتبقى مشكله، ولكن انا بحيي الحكم هنا ان هو عنده ثقافه وفهم القانون وخلى اللعب توصل. بشكل عام كابتن ايمن بنقول مفيش اخطاء كابتن شريف النهارده تحكيميه، التحكيم بالكامل سواء طارق مجدي او محمود ابو الرجال او خالد حسين او محمود وفا، الفار محمود بسيوني وحما يوسف قدموا مباراه بشكل جيد. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم المصري في المباراه القادمه كابتن عادل.